يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوكل البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن القاهرة ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 34-26، الإسكندرية 32-24، مطروح 31-24، بورسعيد 33-25، والإسماعيلية 36-25. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 36 والصغرى 25، العريش 32-24، طابة 31-27، شرم الشيخ 38-29، والغردقة 39-28. نذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 41 والصغرى 29، أسوان 42-30، الوادي الجديد 41-28، حلايب 35-31، وشلاتين 38-30. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.